السلام عليكم ومساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس. الاخواتي حبيت ننصحكم بهذا السميد هايل بزاف، بعد ما جربته وقلت والله نصوره لكم ونصور لكم الساشين تاعو باش تعرفوه. هذا الدقيق مليح باش كي تروحي تشريه، الاسم تاعو تشوفيه كيما دوكا بالفيديو وتروحي تشريه، سهل. وحبيت نوفر عليك الاختيارات يعني باش تخيري، ديما تحير لنا في الدقيق وين اللي نشريو، وخاصة خاصة كي ما تلقايش النوع اللي راكي اللي راهو عاجبك يعني كل مرة تشريه، دي فوا ما تلقايش في المحل، تضطري انك تخيري من الانواع اللي تلقايهم في المحل تضطري. المهم انا لاول مرة نجرب هذا الذهبية، لاول مرة نجربه شركة مطاحن بوقرة، جربته هايل بزاف، جربته انا في الكسرة وفي السمنيات وفي المحاجم. سمنيات يعني المسمن، المسمن وكان اللي يقولوا له فطير. المهم جربته خرج يهبل يهبل، وجربته في الكسره كما قلت لكم خرج مليح. ويعني من الدقيقة كي تجربي في حوايج تعرفي باللي تعرفي يقدر يخرج لك، مثلا حبيتي ديري مطلوع يجي يهبل هذا الدقيق، حتى هذاك الغريف ولا كيما نقولوها المثقب، خليني نسميه المثقب ما على باليش كل واحد واش يسميه، البغرير عفوا البغرير احنا نقولوا الغريف، يخرج يهبل ثاني، يخرج يهبل يصلح يصلح لكل شاب دقيق. انا شريت 10 كيلو، شريت 10 كيلو وجربته، تشريه وما تندميش عليه نهائيا. قلت لكم انا اول مرة نجربه، و حطيت لكم من قبل ثاني على دقيق واحد اخر ثاني، هذاك يخرج طوب كيما قلت لكم عليه، وبزاف اللي راهم يشكروا فيه هذاك الدقيق، بزاف كاينين اللي جربوه ويشكروا فيه، روعه روعه ثاني هذاك الدقيق. هذاك صافي بزاف بصح نسيت الاسم تاعو. المهم هذا حاليا انا نجرب فيه هذا ذهبيه او ذهبيه. هنا نوري لكم شويه، نحطوه في الاضاءه شويه. وهذا هو الفيديو تاع اليوم، غير حبيت ننصح اخواتي باش ما تحيرلكمش في اختيارات السميد، وين اللي تشري، وين اللي يصلح مسمن، وين اللي يصلح محاجب، هذا راهو فورفور وزيد على هذا كامل يصلح، وزيد بنين بنين البنة تاعو تهبل، خاصة في المسمن والله الكسرة يعني كامل كامل يخرج هايل. حبيت نوفر على اخواتي فقط في هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في فيديو قادم إن شاء الله.